هل تشتعل حرب بين أمريكا وتركيا في شمال سوريا؟ وهذه أبرز السيناريوهات المتوقعة. في كل مرة تستعد القوات التركية لشن عمليات عسكرية في الشمال السوري، تحاول الإدارة الأمريكية كبح جماحها ووقف اندفاعها، إلا أن تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه المرة بشن هذه العملية بدت أكثر جدية. وفي وقت سابق أطلق وزير الدفاع التركي خلوص أكار تهديداً وصفه البعض بالتحول المهم، قال فيه إن بلاده ستضطر لإنشاء منطقة آمنة في شمال شرق سوريا بمفردها حال عدم التوصل لتفاهم مشترك مع الولايات المتحدة، الأمر الذي أعقبه تأكيدات من مجلس الأمن القومي التركي على عزم تركيا بكامل قوتها إقامة ممر سلام بدلاً من الممر الإرهابي شمال سوريا. ليأتي السؤال الأبرز والأهم، هل ستتحرك تركيا فعلياً على الأرض؟ التحركات على الأرض تتطرق إلى عكس ذلك، فقد أبلغت أنقرة الجانب الأمريكي بشكل رسمي أن العملية العسكرية المشتركة بين الجيش التركي والجيش الوطني السوري الحر ضد التنظيمات الإرهابية شرق الفرات ستتم فعلاً، وأن تركيا لن تنتظر المزيد من المماطلة من هذه الجهة أو تلك. وفي هذا الصدد، فإن كل من أنقرة وواشنطن بصدد عدد من السيناريوهات المتوقعة، أبرزها اتفاق تركي أمريكي. في حال الوصول لصيغة اتفاق بين أنقرة وواشنطن، فسنكون أمام اتفاق يشبه اتفاق منبش، لكن مع جوانب تنفيذية أقوى وأسرع كجولات تركية داخل الحدود السورية الشمالية. وقد يتطور الأمر لاحقاً ليشمل حضوراً عسكرياً منفرداً أو مع فصائل من المعارضة الموالية لتركيا في بعض النقاط على اختلاف عمقها بين 10 و20 كيلومتر. استهداف مكثف وعمليات محدودة. أما السيناريو الثاني ووفق مولا رشيد، ففي حال غياب تفاهم أمريكي تركي، فمن المتوقع أن يكون هناك استهداف مكثف لوحدات حماية الشعب على طول الحدود السورية التركية، مع القيام لاحقاً بعمليات عسكرية تستهدف نقاط محددة أكثرها ترجيحاً في الوقت الحالي مقاطع من الطريق الواصل بين مدينتي الدرباسية ورأس العين، وأخرى بين بلدة تل أبيض إلى عين العرب كوباني غرباً.